شو بدكم اكبر من هيك منكر يا امه المليار ونص انه اطفال حلب عم تندفن ببيوتها تحت الركام؟ شو بدكم اكبر من منكر انه اشراء النساء المسلمات العفيفات في الطرقات في حلب؟ شو بدكم اكبر من منكر انه العجز والاطفال والنساء والرجال بالمشافي بحلب ما في ادويه، ما في معدات طبيه كافيه ليقوموا بمداواتهم من هنيك الاطباء؟ يعني والله العظيم بلا، اذا كنتم مفكرين يا امه المليار ونص انه الشعب السوري عم يدافع عن نفسه بس فبتكونوا غلطانين. الشعب السوري عم يقاتل عن مليار ونص، مليار و800 الف مسلم. بنخاطب جميع الفصائل في كل سوريا، في درعا الابيه اللي هي اهل الفزعه، وين فزعتكم يا اهل درعا؟ وين نخوتكم يا اهل الغوطه، يا قاده الغوطه؟ ليش ما توحدوا؟ ليش ما تشتغلوا بنور الله؟ ليه بتعرفوا انه عدوكم عم يقتلكم انتظروا هلا حتى ارجع اقتلكم؟ ليش ما تتحركوا الان حتى تنصروا حلب وتنجدوا حلب؟ حلب يباد شعبه بتواطؤ اممي، تواطؤ امم اهل الارض اللي بتدعي الحضاره وبتدعي المدنيه. ليش ساكتين عن شعب يباد، شعب اصيل، شعب هو اهل العراقه، اقدم مدينه في التاريخ مدينه حلب تباد باكملها، وبصمت وسكوت العرب المتخاذلين عن نصره هذا الشعب الصامد الذي يقاتل عن الامه الاسلاميه باكملها.